أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيخ عبد الرحمن الكمتي الكاتب العام للزاوية القادرية البنعمية في السنغال. جئنا بالأحرى مع مبعوث الخليفة أخيه المباشر الذي كان من المفروض أن يقود الوفد، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشئ له ذلك فبقي هناك في الزاوية، وأتى أخوه نائبا عنه مع الوفد المرافق له. هذه الزيارة الميمونة في هذه الأرض المباركة، أرض الآباء والأجداد، شعرنا بأننا في بلدنا الأول والسنغال هو بلدنا الثاني. هذه الأرض ليس في تلالها ولا في رمالها ولا في وديانها تهمنا، بل ما يهمنا من هذه الأرض المباركة هو من وطئ على هذه الأرض. فما حبي لطيب تراب أرض، ولكن حب من وطئ التراب. هكذا جئنا بقلوبنا مملوءة بشوق حار وحب لا نهاية له، لأننا صحيح عانينا من المشقة والمتاعب بحكم السفر، ولكن عندما رأينا هذه الوجوه الكريمة النيرة أبناء عمومتنا في هذه البقعة المباركة لم نكد نشعر بأي تعب ولا أي مشقة، بل براحة قلبية وراحة بدنية. ونحن هنا في أقبل منطقة التوات عموما، منطقة العلماء والصالحين والأولياء، جئنا متبركين من هؤلاء الصالحين الذين دفنوا في هذه الأرض المباركة، ومنكم أنتم الذين خلفتم أولئك الناس فكنتم خير خلف لخير سلف. ونحن نحييكم تحيات مشيعة بكل احترام وتقدير، مفادها سلام سليم لا يزال مرددا عليكم ولا زالت بكم الصحب تسجمي. معنا مبعوث الخليفة أخوه المباشر المسمى بالشيخ أبي محمد الكنتي، تقريبا لا يتكلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: من عرف الله كل لسانه، إن تحرك لسانه فبذكر الله. حتى في بيته في السنغال لا يتكلم، معه تسبيحه بعد قراءته للقرآن، هكذا دأبه، لذلك لا يريد التكلم. نحن نتكلم نيابة عنه وهو مرتاح لذلك. كما تعلمون أيضا أننا اختلطنا بأولئك الناس الموجودين في إفريقيا الغربية، فأنجبنا معهم أولادا وبنات. طبعا فاللغة العربية تكاد تضيع، ولكن الهوية محفوظة الحمد لله رب العالمين. إذا نحييكم تحية مباركة مشيعة بكل احترام وتقدير، ونتمنى لزيارتنا هذه أن تكون زيارة ميمونة مباركة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.